النقيب سامح درويش، تاريخ الإصابة 28/2/2016. الرائد محمد عزمي، تاريخ الإصابة 28/2/2016. 28/2/2016، الفائز بالمركز الأول لبطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه مروان هشام محمد. أستاذ نقيب سامح، اللحظة اللي بيبقى فيها بين أي حد فينا وبين الموت خطوة تبقى لحظة صعبة جدا ومستحيل تتنسي. إحنا في مجال المفرعات بيبقى في طبيعة خاصة شوية، إن إحنا الإحساس بيبقى مختلف، إن أنت داخل على حاجة موت قد يكون محتم. شريط حياتك بيمر قدام يعني عينينا وأنت داخل على العبوة. وطبعا بيبقى احساس جميل جدا لما ربنا بيوفقك في تفكيك العبوة، بتبقى من اسعد اللحظات في حياتنا، ان بتنقذ ارواح ابرياء كتير. احكي لي من فضلك على لحظه اصابتك وعن تفاصيلها وعن رحله العلاج. اصابتي طبعا كانت في 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 في, في سيناء، تم استهداف المدرعه بعبوة ناسفة، يمكن عملت فتح البخور في المدرعه 4 بوصة، ادت لباتر في الساق اليمنى فوق الركبه، وجروح قطعيه في الوجه والبطن والساق اليسرى، وشظايا متعدده يعني مستقره بجميع انحاء الجسم. رحله العلاج قعدت حوالي قرب السنه ما بين مستشفى العريش العسكري وما بين المركز الطبي العالمي وما بين مستشفى الشرطه في العجوزه. خضعت في الفتره دي لحوالي 17-18 عمليه. كان توجيه طبعا السيد الوزير باستكمال علاجي في الخارج في دوله المانيا. خدت فترة علاج هناك والحمد لله، يعني يا ربنا كرمني ووفاني. امتى حضرتك حسيت ان لحظة الإصابة كانت منحة مش محنة، وكان جواها بريق أمل رغم الألم؟ أقول لحضرتك على حاجة، أنا ليا تاريخين ميلاد، ميلاد 7/4 ده اللي اتولدت فيه، والميلاد الثاني 28/2/2016 ده ميلادي الثاني، إن ربنا سبحانه وتعالى أعادني للحياة مرة تانية. سيادة الرائد، التعامل مع اللحظات الصعبة والخطرة اللي ممكن تنتهي بالاستشهاد تعامل محتاج رجال من نوع خاص ومش أي حد يقدر عليه. تتعاملوا ازاي مع المواقف دي؟ ببداية الدخول الكلية احنا بنبدأ نتدرب على ازاي احنا نواجه الخطر ده، يعني الخطر ده معانا من الأول خالص. فأثناء أي عملية بيحصل مداهمات وبيحصل ضرب نار وكلام زي كده، احنا معانا على طول الخطر يعني. خلاص ما بقتوش تشوفوا حاجه غريبه؟ لا مش غريب، مش حاجه احنا ما نتعرف عليها يعني. لو انا كنت من ضمن افراد المجموعه اللي مع حضرتك في المأموريه كنت هشوف ايه بالتفصيل؟ حضرتك المأموريه كانت يوم 28/2/2016، كانت معلومه ان في بعض الخارجين عن القانون بيتاجروا في المواد المخدره. احنا بالفعل جهزنا المأموريه وقدمنا الاجراءات واتجهنا في المكان اللي هما بيتجمعوا فيه. اثناء ضبطهم حصل تبادل اطلاق نار أدت لإصابتي، وبعد كده كملنا ودخلنا البؤرة وتم القبض على باقي التشكيل. ممكن حضرتك تحكي لي عن تفاصيل الإصابة وعن رحلة العلاج؟ أنا اتصبت بطلق ناري في الظهر، أدت إلى شلل نصف سفلي وعملت لي إعاقة خالص تامة على الحركة يعني. وطلق ناري برضو جت طلقة تانية جت في إيدي الشمال، بس الحمد لله عملت فيها عملية ورجعت سليمة يعني. بناءً على اهتمام ورعاية السيد رئيس الجمهورية
وتوجيهات السيد الوزير لوجه سيادته لأن أسافر للخارج لاستكمال العلاج. وبعد كده قررت أن أرجع الشغل وأكمل بقى مسيرة حياتي. يعني حضرتك باللي أنت حكيته ده بتقول لي أنك أنت خرجت من لحظة الألم دي لحظة أمل ونقطة تحول جديدة في حياتك خالص. بعد الحادثة حصل نقطة تحول بالنسبة لي فعلا. قررت أن أنا أبدأ أخد دبلومة، خدت دبلومة وخدت دبلومات تانية بمثابة ماجستير، والحمد لله سجلت دكتوراه وان شاء الله هناقش قريب باذن الله. يعني انا مش عشان الاصابه هتخليني اقف او اقعد او على عمل او شغلي او هدفي. دي رساله احنا اتربينا عليها من واحنا في الكليه وكده كده هكملها. يعني طبعا بالاراده طبعا دي هتفضل تكمل ومش هتقف. يعني سيادة رائد محمد، انا اتشرفت بمقابله حضرتك النهارده واتعلمت منك ثلاث حاجات. اتعلمت ان احنا ما بنخلصش وما بنيأسش وما بنقفش.